تحياتنا لكل المشاهدين من جديد برفقتنا هذا الصباح. موهبة بالرسم وبالشعر، اليوم نستضيف الأستاذ إحسان جمعة الريماوي في فقرتنا الأخيرة، نتعرف أكثر عليه، نتعرف على موهبته، موهبتي الرسم وأيضا الشعر. أهلا وسهلا فيك أستاذ إحسان. أهلا فيك. صباحك سعيد. أنت أسعد الله. ويعني جميلين كلاهما، الشعر والرسم أكيد أكيد يعني من المجالات الجميلة، أيهما أقرب إليك إحسان؟ والله الحمد لله على فضله، طبعا كله من فضل الله تعالى. الحمد لله. موهبة الشعر يعني هي الأولى. وموهبة الرسم برضو يعني برضو لها مكانة خاصة في عندي يعني. أي كانت بالأول يعني؟ أي كانت الأول إحسان أول؟ الشعر كنت الشعر. وأنا صغير كان عمري 6 سنوات. كنت ألقيت شعر وكنت أكتب أشعار. الرسم كنت أرسم وأنا صغير. حلو. ولكن على كبر نميت هالموهبة هاي والحمد لله. وأنا شايفة أنه أنت كتير يعني مهتم بالبورتريهات. أول شيء خلينا نسمع لو سمحت، لأنه إحنا متأسفين أنه مضلش معنا وقت كفاية، اليوم كانت الأخبار على حساب الحلقة، فحابين نسمع منك لو سمحت بعض الأشعار اللي أنت كاتبها. في أنا كنت عامل مفاجأة للبرنامج يوم جديد، في قصيدة باللهجة المحكية باللهجة العامية. أحلى شيء. يسلموا إيديك. طبعا وإيديك يا رب. هي هون: بيطل علينا يوم جديد، بتقرب من كان بعيد، والقريب بيصير سعيد، ما أحلى هالإيد بالإيد، والأفراح تكبر وتزيد، بشوفة الغالي على الأكيد، مواضيعنا كلها بتفيد، وبالليل برامجنا بنعيد. حلو حلو كثير، هاي شغل نعملها شارة للبرنامج يعني، كمان ممكن انه نستفيد منها. بجوز على ذكر الشعر المحكي، ما بعرف انت اشعارك كانه اقرب لشيء غنائي، فهل في شيء تجربه للشيء اللي بتكتبه اللي يتحول لاغنيه استاذ احسان؟ في اغنيه، في اكثر من اغنيه، في اغنيه ل بدي اغنيها صديقي والعزيز علي اسمه منشد، اسمه حمز الهرش. فبدي غني قريبا ب21 أذار، قبل 21 أذار بتكون جاهزة بالنسبة لعيد الأم. نقدر نسمعها إحسان لو سمحت؟ إن شاء الله. هيها في باللهجة المحكية برضو. في اللهجة المحكية قريبة، أنا كتير أحب الشعر مكتوب باللهجة المحكية. هي: أنت في روحي وقلبي وما فيهم غيرك نايب، يا عمري ويا حبي أمي أغلى الحبايب، بتوفق من رضاكي وبتنعم في دعاكي، بتفتح لي أبواب الخير يا الله ما أحلى بهاكي، أغلى ما في الدنيا أمي، حبك في قلبي ودمي، شمس الخير بلاقيها لما منشوف البسمة، قمر في ليلي بيطل بينور جنبات الكل، وعطرك يسكن فيها يا عطر الورد والفل، وصانا فيك الرحمن في البر والإحسان، موجود بكل الشرايع وفي جميع الأديان، ربيتيني وانت صغير وتحملتيني وانا كبير، الله يسعد لي اياكي، امرك مطاع وبيصير. حلوة جميلة، وبنهديها لكل أم بمناسبة عيد الأم القادم إن شاء الله. بالنسبة للرسم إحسان، أنا يعني حابة نستعرض جزء من الرسوم اللي يعني برسمها إحسان، فأنت يبدو أنه الفحم. هذا الرسم بالفحم اسمه؟ بالفحم والرصاص. وأكثر شيء يعني يبدو أنه بلفتك البورتريهات، الوجوه يعني. بشكل أو بآخر تعلمت من حدا إحسان؟ تأثرت بحدا ولا هي فقط موهبة ربانية يعني؟ والله هي موهبة وليست دراسة، وكنت أنميها شوي شوي. والحمد لله على فضله. حلو جميل جدا. هل لازم يكون قدامك صورة تحاكيها ولا ممكن يكون في رسومات من خيالك يعني إحسان؟ هي في من الخيال بس، ولكن إذا الصورة موجودة بيكون أفضل، لأنه بتعطيني التأمل والرسم. هل بيكون عندك معرض خاص إحسان برسوماتك يعني، ولا لسه ما حاولت تجرب هاي التجربة؟ يعني أنت راسم حالك صح؟ راسم حالي. هذا إحسان. هذا ابن أخوك؟ هذا ابن أخوي فريد. الله يخليه يا رب. الله يخليه. جربت يكون لك معرض خاص إحسان، معرض شخصي لهذا النوع من الرسم؟ لأنه هذا تعرف، هذا أنا بحسه الرسم يعني
رسم تقليدي بكل البلدان اللي بتعرف الرسامين اللي برسموا البورتريهات، بحسه فن قديم يعني. فما بعرف قد ايه هون ممكن يكون في تطور بهذا الفن، ويكون في معارض مثلا لك، حاولت ما حاولتش تحكي لنا شوي اكثر؟ والله يعني لسه بكير يعني، بس انه لانه اي اغلبها شو صور بورتريهات زي ما حكيت، صور شخصيه برسم يعني اصدقائي كذا، ف لسه لقدام شوي يعني، بنفكر ان شاء الله عبال ما نرسم اكبر، نرسم بحاول كمان ادخل في الالوان وال حابب تدخل باللون اكثر كمان بفترة قادمه، نجرب يعني الالوان مره اخرى يعني كمان. بتفكر تدرس بالموضوع احسان؟ انا عارف انه تجربتك الدراسيه او اكاديميا انت بعيد عن الموضوع، انت دارس علوم ماليه ومصرفيه. مزبوط. بتفكر تدرس بهالمجال اكثر، مثلا الفنون، الرسم، التشكيل؟ والله اكيد كل واحد بحب انه يزيد موهبته بدراسته ويتعلم اكثر، لسه يعني حتى مهما تقدم بحب برضه يتعلم ويصير للامام اكثر واكثر ان شاء الله. في حابين نسمع كمان قصيده لو سمحت احسان؟ في عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم، فبتقول: من كان محمد مولاه فليحمد وليشكر الله، هدانا باحكامه ونوره واسلامه، وعشنا بانعامه حبيبي رسول الله، هو الهادي وإمامي ومرشدي وإلهامي، كتابه القرآن صالح لكل الأزمان، فيه العبرة والإيمان، نعيمي فيك إسلامي، من قبل سموه الأمين الصادق وكلامه ثمين، بالحق نطق وبالوعد صدق.